بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شلح حبيباتي راكو كامل بخير، وهذا الفيديو يلقاكم كامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم أكلة خفيفة ظريفة تاع لي فاست فود في 10 دقائق من فاتكوني وجدتيها لوليداتك. هنا في المقلة تاعي واش درت، حكمت زيت زيتون، حطيت 2 مغارف منه، ومن بعد لهنا كنت قطعت بصلة هكذا شرائح صغار، احكميها وقليها، قليها شويه حتى تدبال لك، ومن بعد زيدي عليها شويه تاع المعدنوس. هنا احكميها قليها برك شويه برك. هاد الاكله تجي خفيفه ظريفه، تمتم توجديها، خاصه هكذا كي تحبي تبدلي الوليدات يتوحشوا الماكله هكذا تاع برا، تمتم راح توجديها. انا قلت لكم زدت عليها شويه تاع المعدنوس بعد ما دبلت شويه البصل، زيدي خلطي هذاك المعدنوس مع هذاك البصل، ومن بعد لهنا بدا يتبلي. التبيله تاعها عندك غير لهنا الفلفل الاسود، ثوم بودره، وشويه تاع القزبر والملح. هذا ما كان، انا هنا ما درتش فلفل اسود، درت غير ثوم بودره والقزبر، وزدت ثاني كل الملح. زيدي خلطي هكذا شويه برك، دائما كل ما تحطي حاجه لهنا قلي، ومن بعد حكمي بويطه تاع الطون راكي تشوفي فيها لهنا، نحي لها هذاك الزيت طون هنايا تاع لاصوص طوماط، نحي لها داك الزيت وزيديها. هنا لازم تقلي مليح مليح الطون تاعك باش تنحي له هذوك المواد الحافظه اللي فيها، خير كي تمديه لوليداتك هكذا، باسكو الاشياء المعلبه هذه دو بريفيرونس نيفيتيوها، ولا درناها لازم نقلوها مليح مليح. بعد ما قليت كامل هاد المكونات مليح ودخل طياب البصل تاعي لهنا، زدت شويه تاع الزيت تاع الزيتون ايفيلي. هنا الكمية كيما تحبي حسب افراد العائلة تاعك. في الاخير زيدي شوية تاع الماء هكذايا باش ما يتحرق لك، باش ما يتحرقوش هادوك لي زيبيس، وكملي التقلية تاعك حتى يطيب لك كامل البصل، ومام طون طون تاعك يندمج مع كامل هادوك العناصر. قلت لك اكلة خفيفة ظريفة، يعني في ثواني تخدميها لافراد العائلة تاعك. هنا زدنا شوية تاع الماء، دقيق 4 كاس تاع الماء، خلي حتى يطيب مليح هذاك البصل، وكسري عليه 2 حبيبات تاع البيض. قلت لكم هنا لا كونتيتي قيس افراد العائله تاعكم، انا لهنايا قيس 2 افراد تاع العائله، هاد الاكله يعني تكفي 2 افراد تاع العائله، واللي غورمون يقدر ياكلها وحده يعني تمتم. هنا خلطي هذاك البيض باش يدخل فيه مليح مليح، والصوره راهي توضح لكم كل حاجه. نار دائما تكون تحت المتوسط، وكي تحطي البيض زيدي لها وخليها هكذايا باش يندمجوا كامل هذوك العناصر. في الاخر كامل شويه تاع الفرماج، حكمي شويه فرماج غابي اي نوع عندك، وزيديه من الفوق سواء كان شيدار ولا تاع لي بيتزا ولا اي نوع عندك في الدار موجود تقدري ديري، ولا ما عندكش تقدري ديري شويه بورسيون تانيك، ولا تاع واسمو هذوك اللي نديرهم في لي ساندويتش. وفي الاخر هذيك النتيجه. هنا كان راح للمقطع اللي قدمت فيه الاخر، في الاخر كامل كيفاش خرجت الاكله، حطيتهم لكم هكذايا برك لقطات الصور، وراكم تشوفوا النتيجه كيفاش تخرج. ما شاء الله اكله خفيفه ظريفه في ثواني. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.